مياه الصرف الصحي والنفايات التي ترمى في حوض نهر دجلة باتت تهدد حوض النهر ومحافظة واسط بكارثة بيئية. هذا النهر يوجد به تلوث وتجاوزات من قبل شركات ومن قبل أهالي ومن قبل بعض الدوائر اللي هي تصرف المياه الآسنة والجوفية عالية. إضافة كوزارة موارد مائية وكدائرة موارد مائية في محافظة واسط، أين دورها من هذه التجاوزات على الأنهر وتصريف المياه الجوفية؟ أهالي واسط يطالبون بمحاسبة المتجاوزين من الشركات والمصانع والأشخاص على الأنهر بتفعيل القوانين الحالية وبسن قوانين صارمة تجرم الاعتداء على البيئة. وضع المياه الآسنة في هذه الأنهر أكيد راح تسبب تلوث بيئي، بالتالي راح تكثر كثير من الأمراض اللي ممكن تأثر بالسلب على حياة مواطننا، لا سيما هنالك قوانين رادعة من قبل البيئة يجب تفعيلها في هذه الظروف اللي نمر بيها، منها القوانين الخاصة على التجاوز على الأنهر ومنها نهر دجلة. السلطات الحكومية تقر بمأساة تلوث حوض نهر دجلة مكتفية بتحميل المصانع والأشخاص وكيانات أخرى المسؤولية عن ذلك. تم رصد أكثر من 65 مذب من قبل الفرق الرقابية التابعة لمديرية البيئة، هذه جميعها هي تجاوز على نهر دجلة، وتقوم هذه المذبات بتصريف مياه الصرف الصحي دون أي معالجة تذكر. ومن المؤسف ومن المؤلم أن الكثير من المصانع والمعامل ومحطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي حقيقة تطلق مياهها إلى النهر مباشرة دون معالجة، بما فيها محطات الصرف الصحي المنشأة حديثة إلا أنها لم تشغل بشكل صحيح وتطلق المياه منها إلى النهر، مما تزيد من عناصر التلوث في النهر، سيما وأن الإطلاقات محدودة. وتعتبر محافظة واسط إحدى المحافظات المتأثرة بشكل كبير بتلوث حوض نهر دجلة الذي بات يهدد الحياة وسط غياب شبه تام لأي معالجات حكومية حقيقية.